مصر والإمارات تربطهما علاقات قوية تصل إلى حد الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي الذي يحمل آفاقا واعدة في مختلف المجالات. فالتشاور والتنسيق في قضايا المنطقة هي السمة الغالبة في هيكل العلاقات السياسية بينهما. العلاقات المصرية الإماراتية علاقات قوية ومتأصلة، تعد نموذجاً لشكل العلاقات العربية العربية والعلاقات الدبلوماسية مع دول المنطقة. فمنذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية والدولتان يربطهما علاقات قوية تصل إلى حد الشراكة الاستراتيجية وتعاون ثنائي يحمل آفاقاً واعدة في مختلف المجالات. فالتشاور والتنسيق في قضايا المنطقة هي السمة الغالبة في هيكل العلاقات السياسية. فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصبح لدى مصر القناعة الكافية بأن الاستثمار في الاستقرار هو أفضل الطرق لبناء المستقبل في المنطقة، فعملت القاهرة وأبوظبي بشكل دائم من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الصوت العربي في مواجهة كافة التحديات. وتأتي زيارات القادة المتبادلة تأصيلاً للقناعة المصرية الإماراتية وباباً سياسياً للتنسيق والتشاور في القضايا المهمة. فكانت زيارة الرئيس السيسي في يناير الماضي للشقيقة الإمارات للمشاركة في قمة أبوظبي التي جمعت قادة الأردن ومجلس التعاون الخليجي لتدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة. وتدعيماً للعلاقات الوثيقة بين البلدين، شارك رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في القمة العالمية للمناخ التي استضافتها مصر في نوفمبر الماضي، وعقد قمة مع الرئيس السيسي على هامشها. وفي الشهر السابق لقمة المناخ احتفلت القاهرة وأبوظبي بمرور 50 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، علاقات شهدت وتشهد نمواً متزايداً لا سيما على الصعيد السياسي. فقد احتضنت القاهرة 3 قمم في مارس وأبريل وأغسطس من العام الماضي اشتملت ملفاتها الأساسية على تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، فضلاً عن تعزيز العمل العربي المشترك. كما احتضنت أبوظبي قمة مصرية إماراتية مطلع العام الماضي، فكانت القضايا العربية وعلى رأسها ليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب والتحديات الراهنة. وعند تدشين القيادة السياسية للقواعد العسكرية محمد نجيب وبرنيس و3 يوليو، لم يغفل الرئيس السيسي دعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحضور هذا الحدث العسكري الهام لمصر. فترجم الرئيس السيسي على أرض الواقع خصوصية العلاقات وقوتها في جميع المسارات السياسية والعسكرية، لتنمو العلاقات الثنائية بين القاهرة وأبوظبي يوماً بعد يوم، فعززت من نسيجها وأكسبتها من القوة ما يكفي لمواجهة التحديات الراهنة.